نخرج وغدا نخرج، ولكن نذكر الشعب الجزائري اليوم البارحة توفي شيخنا الفاضل عباسي مدني، ذاك الشيخ العظيم الذي قضى حياته كلها نضالا من أجل الجزائر وتساؤل الأقدار، أن يموت في الملفى، وغدا إن شاء الله دفنه الشعب كله يأتي إليه. أما هذه المسيرة نقول نحن لم نقل أبدا يتشرعوا كاع، لا احنا قلنا يتنحوا كاع، وانت معهم يا جاي صالح، لم نقل أبدا يتشرعوا كاع، قلنا يتنحوا كاع، وانت جاي صالح معاهم، لأن قد ثبت أن أمور فضيحة عندك وعند العصابة. نحن لا نرتاح بال ولا نهنأ إلا إذا ذهبت العصابة كلها، لا بعضها، تذهب العصابة كلها ونرتاح. وبارك الله فيكم. سهل جبد الراب سهل جاب غير حاجه صغار، اما الكبار واحد ما جبد. اما لا سعيداني، اما لا هذا اسمه قيس صالح زيرو ما دار والو. انا جيت من مرسي، جيت لهيا بتاع شيبه الشرف باش نحضر في الجنازه تاع الشيخ عباس المدني، باش يروحوا هذو المنافقين، هذو السراقين، هذو اللي خرجونا من البلاد، هما اللي خرجونا من البلاد سينو ما نخرجوش من بلادنا، كنا خدامين، كنا عايشين لاباس بينا في هذه البلاد. وشكرا. Thank you.
العاشرة التي يخرج فيها الشعب الجزائري ليقول كلمته وليطالب مرة أخرى ويؤكد على مطالبه بتنحية العصابة كاملة وعدم التماطل في تنحية هذه العصابة. نعم لذهاب العصابة، ونعم للعدالة المستقلة، ونعم للتغيير الجاد. وكما نستغل هذه المناسبة وفي هذا الحراك الطيب المبارك لنترحم على المجاهد الشيخ الدكتور عباس مدني رحمه الله، كما نطالب السلطات بالإسراع بإدخاله ليدفن بين أبنائه وليدفنه أبناؤه في أرض الشهداء ومع إخوانه الذين جاهد معهم وناضل معهم من أجل أن تكون الجزائر حرة مستقلة في إطار مبادئ نوفمبر التي تنص على أن تكون الجمهورية الجزائرية جمهورية اجتماعية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية.